بص، من الاخبار المهمه وهي برضو مرتبطه بالخبر اللي انت كنت بتقوله، هو ان الاتحاد الافريقي لكره القدم كان اصدر بيان رسمي، ده كان بالامس، بشان الاحداث اللي يعني شهدتها مباراتين شهدناها كلنا، الاهلي مع الرجاء المغربي والترجي التونسي مع شبيبه القبائل الجزائري. ده كان ضمن طبعا منافسات دوري ابطال افريقيا، ومشهد كان لا يليق تماما. قال بالظبط كده البيان، ان هو بيدين السلوك يعني المشين لبعض المشجعين خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا في تونس والمغرب، وأن الأمر سيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تعطل مباراة الترجي وشبيبة القبائل لعدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على أرض الملعب. هرجع أقول تاني، مشهد كان لا يليق تماما، ومشهد مش مألوف في السنوات الماضية. يعني ممكن المشاهد دي يا كريم كنا بنتابعها من فترة لفترة، بس كانت في أزمنة سابقة، لكن مؤخرا احنا كنا بالعكس بنشيد بالجماهير العربية والجماهير الإفريقية، وكنا بنقول ان الدنيا ابتدت تعود مرة تانية للي يليق بالدول دي. فبعض الأشخاص برضو، مش هنلوم على الدول أكيد، بس بعض الأشخاص اللي هي بتتعدى الحدود، أنا أعتقد أن لازم يتم اتباع معها القانون، ويكون قانون رادع لازم يكون ده، لأن للأسف الشديد اللي بيدفع الفاتورة يا كريم المشجعين كلهم، وفي الآخر ممكن الدولة تتضرر من أفعال بعض المواطنين اللي هي ليس لها يعني سبب أو ليس لها منطق في الأول وفي الآخر. خليني اتابع البيان مع حضراتكم. برضو كان في طبعا المشاهد، تحدثوا عن المشاهد في تونس والدار البيضاء، ان هي كانت غير مقبوله تماما، ولا يمكننا تحمل ذلك في كره القدم. اننا ندين بشده التصرفات التي يقوم بها بعض المشجعون، ستسلم الكاف الامر، سيسلم الكاف الامر يعني الى الجهات القضائيه لمزيد من التحقيق. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين مباراه الترجي التونسي وشبيبه القبائل يعني للأسف شهدت أحداث شغب كانت من جماهير الفريق التونسي مع كمان قوات الأمن، يعني وحدث تدافع بين الجماهير، وكان مشهد غير مقبول تماما، وحاجة يعني تاني هرجع أقول غير مألوفة وغير مبررة وغير منطقية إنجاز التعبير. ولسه كنا بنتكلم عن إن في أرواح كمان بتروح طبعا. يعني للأسف الشديد امبارح الخبر اللي كنا بننعي فيه طبعا، وأول امبارح كمان في أول الأسبوع كنا بننعي فيه الفتاة اللي هي توفيت عمرها 29 سنة من تدافع الجماهير، وهي كانت جاية من تركيا حسب كلام والدها، يعني جاية من تركيا عشان تحضر المباراة لفريقها المفضل. تدافع الجماهير، أعمال الشغب اللي بتحصل، لا ده غير مقبول أكيد تماما يعني.